موضوع كبير، موضوع البطاقات الائتمانية. كلنا عندنا بطاقات ائتمانية، وأعتقد أغلبنا مش عارفين كيف نستعملها بالطريقة المثلى، وشو كيف تصرفنا أيضا في حال إنه تعرضنا للسرقة من حساب البطاقة الائتمانية. شو بنقدر نعمل في هاي الحالة؟ حالات تعرض للسرقة البطاقات الائتمانية حالات دورية تحصل ممكن كل ساعة. فالبنوك عندها طرق إجرائية سريعة جدا في الحالات هذه. فعادة عند سرقة البطاقة أو الشك في السرقة، هناك طرق لازم الشخص يتبعها. أول طريقة وقف البطاقة عن طريق مكالمة البنك عندهم خط ساخن، أو عن طريق الابليكيشن المغلب البنوك عندها فيك توقف البطاقة. رح يقدر يسترجع الفلوس اللي سرقت؟ في حال لاسترجاع الفلوس هناك إجراءات ثانية يتخذها البنك وكذلك الشخص. يتم أول شيء مثلا مفروض الشخص ساكن في الإمارات مثلا وما سافر لبلد معين، ويلاقون أنه هالعمليات شراء تمت من بلد معين، فيعرفوا أنه أكيد هي عملية احتيال. كذلك لا تنسي أنه هناك ناس كثير بتحاول تحتال على البنوك كذلك، فالبنك لازم يتأكد من العملية. طيب خليني أسألك عن الرقم السري، 4 أرقام يكفون ولا لا؟ والله لو كانوا حتى 20 رقم ممكن ما يكفي، لو تم الاحتيال بطرق معينة، يعني لا 4 لا 6 ولا 20. طيب اليوم حتى احنا لما نستخدم البطاقة الائتمانية ونذهب، ما في 3 أرقام CCV أعتقد. أيوة. 3 أرقام هذه هي اللي من الممكن يتحصل أي مكان أو أي محل تجاري على الرقم وعلى اسمي، ومن ثم هذه 3 أرقام ويقدر يستخدم البطاقة الائتمانية. هل هو تناقض في هذا النظام ولا إيش؟ حقيقة ممكن ناس كثيرة تسأل أنه هل الكارت تبع يكون مخزن عادي عند أي محل؟ عادة هذا الموضوع لا يمكن، لأنه يعني عملية البيع تكون عن طريق زي ما أنت شايف الATM اللي تكون عند صاحب المحل، تكون من بنك معروف، فهو على طول بيكون مخزن. حتى المكان اللي أنت تشتري منه، ما أنت بعض الأماكن يطلبوا منك البطاقة نفسها. نعم. الرقم ورقم البطاقة والاسم و3 أرقام بالخلف، هذه كل معلومات البطاقة. بالطبع هذه هي هنا الكارثة. أيه؟ استخدام البطاقة في مواقع غير معروفة. أيه؟ هنا الموضوع لازم يكون عنده حملات توعوية كبيرة، لازم الإنسان يفهم وين يقدر يستخدم بطاقته، يعني مواقع معروفة اللي هي الناس كلها تعرفها محمية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.